لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وعمله أنه جبل على هذا التواضع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، وكان أصحاب الكبر يأنفون السلام على الصبيان، وهذا واقع مشهود حتى في زماننا هذا، فتجد بعض الناس يمر على الصبيان لا يسلم عليهم. لماذا لا يسلم عليهم؟ في الغالب أنه لا يراهم شيئا فلا يسلم عليهم، بينما التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر على صبيان سلم عليهم، ولذلك اقتدى به أنس رضي الله عنه فمر على صبيان فسلم عليهم فقال: كان النبي يفعله. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، فالسلام على الصبيان من السنن التي ينبغي أن تنشر وتفشى بين المجتمع، لأنها أولاً فيها تواضع لله سبحانه وتعالى، وفيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نشر لسنته، وفيها أيضا تعليم هؤلاء الصبيان على هذه العبادة وهي السلام ورد السلام. فينبغي أن تشاع هذه السنة بين الناس، لأن كثيرا من الناس لا يفعلونها، وهي السلام على الصبيان. قال: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. وهذا الحديث أيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فالإماء يعني الجواري قد لا ينظر إليها الناس ولا يعطونها اهتماما، بينما النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه العظيم أن الأمة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بيده إلى ما شاءت، يعني لا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقبلها ويكلمها ويعلمها، بل إنها تأخذ بيده حيث شاءت ثم يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من تواضعه العظيم. فإذا كان هذا مع الإماء الجواري التي يبعن واشترينا في الأسواق، فكيف بالتعامل مع العمالة الذين هم تحت كفالتك؟ فمن باب أولى أن تكون متواضعا معهم، وأن لا تتكبر ولا تترفع عليهم، لأنهم أجرا، فكما أنت أجير عند الدولة أو أجير عند شركة فهذا أجير عندك. فإذا كان الجواري وهم العبيد الذين يباعون ويشترون يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعامل العظيم وهذا الخلق الكريم، فمن باب أولى العمالة وهم الأجراء الذين يعني تستعملهم بالأجرة، فمن باب أولى أن تخفض لهم الجناح وأن تعطيهم حقوقهم. وهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يستدل به دعاة الاختلاط ودعاة مصافحة المرأة ونحو هذه الشبهة التي يلقونها على الناس. وهذا الحديث مما يستدلون به، والجواب عليهم من وجوه: الوجه الأول أن يقال لهم إن المتشابه يرد إلى المحكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا أولا، هذا متشابه يرد إلى المحكم. ما هو المحكم في هذا الباب؟ قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، عندما جاءت النسوة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا مصافحته كما يصافح الرجال منعهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أصافح النساء، كلامي لمئة امرأة ككلامي لامرأة واحدة. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذه حديث محكمة واضحة، فيرد هذا المتشابه إلى المحكم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد على هؤلاء أنه ليس المراد بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأمة بيد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ الفعلي بأن تكون هناك مماسة، وإنما هو لازمه وهو الانقياد، لازمه وهو الانقياد، كما في الحديث في الدعاء خذ بأيدينا إليك. ما المراد بخذ بأيدينا إليك؟ المراد به اللازم وهو الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب عربي تعرفه العرب، كما تقول مثلا أخذ بيده إلى الالتزام، أخذ بيده إلى كذا. لا يراد منه الفعل الحقيقي أنه يأخذ بيده، وإنما المراد به الانقياد. وهذا مما أجاب به بعض أهل العلم على هذا الحديث، وهو وجه وجيه. والرد الثالث عليهم أن هذا لو حمل على الحقيقة، لو حمل على الحقيقة فإنه يعتبر من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمن الفتنة في حقه صلوات ربي وسلامه عليه بخلاف غيره من الناس، فإنهم معرضون للافتتان بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم له من الخصائص التي خصه الله عز وجل بها ما لم يخص بها غيره من الأنبياء فضلا عن الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. والوجه الرابع في الرد عليهم أن هذا يحتمل أنه قبل النهي، أنه يحتمل أنه قبل النهي. وقد يقال قد جاء في رواية عند الإمام أحمد وابن ماجه في هذا الحديث أنه لا ينزع يده من يدها حتى يعني يقضي حاجته، يقضي حاجتها. فيجاب على هؤلاء بأنها لو صحت هذه الرواية فتحمل على إما قبل النهي وإما على الخصوصية. والصواب أن هذه اللفظة يعني التي رواها الإمام أحمد وابن ماجه هي ضعيفة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح الثابت هو هذا الحديث أنها كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث جاءت. أما زيادة لا ينزع يده من يدها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبتت فإنها تحمل على ما ذكرنا إما قبل النهي وإما على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى لدعاة الاختلاط شبهة في هذا الحديث، شبهة في هذا الحديث، وكل ما يستدلون به من الآيات والأحاديث فإن أهل السنة يردون عليهم بما استدلوا به. والدين واضح ولله الحمد والمنة، ولكن هؤلاء يأخذون بالمتشابه ويلبسون على الناس أمر دينهم. فعلى المسلم في مثل هذه الأمور أن لا يأخذ مثل هذه الأحكام إلا من العلماء الراسخين، وأن لا يلتفت لمثل هذه الترهات والشبهات التي ينشرها دعاة الفتنة ودعاة السفور والتبرج ودعاة الاختلاط الذين يريدون من المجتمع أن يميل ميلاً عظيماً. وكل ما أشكل من هذه الأمور يرجع فيه إلى أهل العلم. والأصل في هذا كله أننا لا نتابع أمثال هؤلاء ولا نسمع لهم، لأن الإنسان قد يفتن بمثل هذه الشبهات فتدخل في قلبه ولا يستطيع أن يخرجها، وأنت في عافية في الأصل،
إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. هذا العلم أهم من شرابك وطعامك، لأن عليه نجاتك يوم القيامة، فلا تأخذه ممن هب ودب، ولكن خذه من أهله، أهل العلم الراسخين. فهذا الحديث كما ذكرنا مما يشبه به العلم، وهذا هو الجواب عليه من هذه الوجوه التي ذكرناها. آخر معنى في هذا المجلس حديث الأسود من يزيد رضي الله عنه ورحمه، قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه أولاً تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في مهنة أهله يغسل ثوبه وينظف بيته إلى غير ذلك مما هو من مهنة الأهل في البيت، وهذا لا شك أنه من التواضع. وعلى الأزواج أن يفعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من السنة، بأن يعينوا الأهل في البيت على شؤون البيت. بعض الناس قد يأنف من هذا العمل التنظيف والترتيب ويجعل هذا فقط للمرأة، نعم هو الأصل للمرأة، ولكن من التواضع ومن التواد ومن الألفة ومن الذي يجمع بينكم يعني في بيوتكم على خير، هذا العمل الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المساعدة في البيت في الطبخ في التنظيف في الترتيب في كل شيء. الفائدة الثانية من هذا الحديث، قال: في مهنة أهله، قالت: في مهنة أهله، فدل على أن للأهل مهنة، دل على أن للأهل مهنة. ما هي مهنة النساء؟ مهنة البيت، وهذا هو الأصل، أن المرأة تكون في بيتها وقرن في بيوتكن، وأن لهن مهنة الخدمة والتنظيف والترتيب والقيام بشؤون البيت. ولذلك جاء في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لأن الآن بعض الناس يشيعون بعض الأقوال في مثل هذه المسألة، أن المرأة لا يلزمها أن تخدم زوجها في البيت. ماذا تقول عن هذا الحديث؟ هذا الحديث الذي تقول عائشة كان في مهنة أهله، فالأهل لهم مهنة في البيت، ما هي مهنتهم في البيت؟ مهنتهم هذه المهنة المعروفة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، التنظيف والترتيب وخدمة البيت. فإشاعة مثل هذه الأقوال التي يعني لم يعمل بها من قديم الزمان، إنما إشاعتها ليس من أجل الكلام الفقهي فيها، وإن من أجل أن يتمرد النساء على الأزواج في البيوت. ولذلك يجب التنبه، يعني قد بعض أهل العلم يتكلم عن المسألة من باب الخلاف الفقهي، عرض الأدلة ثم الترجيح، لكن بعضهم ما يتكلم من هذا الباب ومن هذا المنطلق، وإنما يتكلم من باب أن يتمرد النساء على الرجال. فلذلك على المسلم أن يتنبه لمثل هذه المكائد العظيمة. قال: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء وقت الصلاة ترك كل شيء وخرج إلى الصلاة، وهذا هو الواجب علينا، لا نقدم شيء على الصلاة. وإلا ما معنى قول المؤذن الله أكبر؟ الله أكبر يعني أكبر من كل شيء بين يديك. ولذلك مما يفرط فيه اليوم كثير من الناس التبكير إلى الصلاة، بكر إلى الصلاة، أجور عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو كان هناك ازدحام ولم يبقى إلا مكان في الصف الأول ثم وقعت القرعة لاقترعوا على من يأتي إلى الصف الأول لتحصيل الفضيلة في هذا الصف. وبعض الناس لا يأتي إلا مع الإقامة ويفوت على نفسه فضائل عظيمة في التبكير. ولذلك قال النبي في نفس الحديث: ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير، لاستبقوا إليه، يعني جاءوا سباقا إلى هذا الأجر وهذه الفضيلة. ولذلك السلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا أحرص ما يكون على التبكير إلى الصلاة. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 50 سنة، 50 سنة يرابط على تكبيرة الإحرام، قال: ولم يؤذن المؤذن من 30 سنة إلا وأنا في المسجد.
يعني 30 سنة يأتي إلى المسجد قبل الأذان، و50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام أبداً. وأمثال سعيد كثير جداً في السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا قدر التبكير إلى هذه الصلاة، وعرفوا الأجر العظيم المترتب على التبكير على هذه الصلاة فاستبقوا إليه. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة وبه الأسوة. إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ترك كل شيء بين يديه، وهذا هو الواجب علينا جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.